الفنان النحات فلاد فالوسينكا تخرج من معهد الفنون الجميلة في كييف، عاش وعمل لفترة طويلة في كندا. أعماله الفنية منتشرة ما بين تورنتو، لوس أنجلوس، دبي، موسكو، ميامي وكييف. درست في مدرسة الفنون الجميلة قسم الرسم، ولكن رسوماتي لم تكن تقليدية مثل بقية التلاميذ. كانت الألوان باهتة بالنسبة لي، ونجحت مساعدة أبي في جعل آلف بهجتها وأستشعر جمال تنوعها. ثم حدث أن زرت قسم النحت الفني وبدأت الحكاية هناك. حدث هذا عندما أخذت قطعة صلصال بين يدي ولمست الطين لأول مرة في حياتي. كانت لحظة فاصلة، لأني أدركت حينها أن هذا هو ما أريده، واستجبت لهتاف نفسي وللنصيحة التي قدمت لي، فقدمت طلب التحاق بقسم النحت الذي يبدأ بالصف الخامس وانتقلت إليه. ساء أبي ما فعلت، ولامني قائلا: لقد قتلت في نفسك الآن عبقرية فان كوخ الكامنة. فأجبته: وليكن، يتجمع الطلاب في الأكاديمية، وهي مكان مناسب يلتقون فيه بالأشخاص المناسبين. ولقد كانت لدينا مجموعة رائعة من الطلاب، منهم من أصبح مشهورا مثل روما كوخار، فهو صديقي، وكنا نذهب سوية لمشاهدة أعمال سوخاليت وبالينكا وفنانين آخرين. وفي الصف التاسع اتسعت آفاقنا، وبدأنا التنقل بين جمهوريات الاتحاد السوفيتي لاختيار المعهد الذي سنستكمل فيه دراستنا الأكاديمية. ووقع اختياري على معهد موخينكا في لينينغراد، ولكن رغبتي تغيرت بعد الزيارة لهذه المدينة شتاء، وأدركت أني لن أقوى على بردها، فنحن سكان الجنوب لا نحتمل البرد الشديد. في عام 91 تلقيت وثائق توزيعي للدراسة وسافرت إلى كندا. عندما حطت الطائرة بنا في كندا شممت رائحة جديدة لم ألفها في بلادي، وأذكر يومها أني رأيت هناك في مطار موريال مجموعة من الهنود يؤدون الصلاة. عملت لسنتين في توزيع القهوة مثل معظم المهاجرين، ثم انتقلت للعمل في مجال أقرب للفن. كانت شركة تصب التماثيل في قوالب، وكنت أرتبها وأعلق عليها قوائم الأسعار: الأنف 150 دولارا، الأذن 100، وهكذا. وبعدها اتجهت للعمل في قطاع المنحوتات المعمارية كالموازيب وغيرها. هكذا بدأت مشروعي الخاص، والذي سرعان ما أنهيته لأبدأ بنحت تماثيل ضخمة. كانت شركتي كبيرة، عمل فيها 7 موظفين. كنا نعمل على نحت المواقد الحجرية والأعمدة المزخرفة من الحجر المعماري. كنت أتمنى لو كان بمقدوري التفرغ للعمل والإبداع دون عناء التفكير بالمال. وكم كانت الأمور لتكون عظيمة لو ارتاح بالي من هم تأمين النقود لدفع إيجار الورشة وكلفة الطعام وبقية الالتزامات. كنت حينها سأفرغ لفني وأعمالي، ولن يعكر صفو ذهني هم الحصول على المال أو حتى التفكير في كيفية تبديده. جمعتني علاقات جيدة بالمصممين والمعماريين، وأولى منحوتاتي والتي تعد جزءا من مجموعة جورج بيريز منصوبة في ساحة ميامي بجانب المنحوتة المشهورة بازلت ميامي. معيار نجاح العمل بالنسبة لي هو تقييمي الشخصي، فإما أن يعجبني أو لا. المشاعر تتغير تجاه المنحوتات مع مرور الزمن، فهو يمنحها خصوصية وقيمة عاطفية غريبة. هو شعور رومانسي جميل يشعر به النحات صوب أعماله القديمة. عملي انتركونتيننتال موجود بساحة ميامي، وهي ذاتها التي تضم تمثال هنري مور، وأفخر بذلك. ثم قمت بنحت نصب لبرج ترامب. نعم، هذا مخجل حقا، فأنا لست من مناصري ترامب ليصبح رئيسا، لكن ظروف الحياة الصعبة تضطرك أحيانا للقيام بأفعال كهذه. في الماضي جمعتني صداقة بأنتوني كوين، وساعدته بأعمال النحت والترميم، لأنه في نهاية مشواره الفني أصبح نحاتا وفضل النحت على الرسم الذي كان فيه بارعا. وللعلم كان صديقا مقربا لبيكاسو، وابنه أيضا كان نحاتا. ومن صفاته التي أذكرها كم كان متواضعا. لقائي الأول به كان في بيته في غرفة كان يجلس فيها على أريكة، وأطفال يركضون من حوله، وزوجته كيت تراقب،
وكان هناك نحات يحمل منحوتة يعرضها عليه فتعجبه. ومن الحضور أيضا كان هناك شاب اسمه باكو، كان جالسا على أريكة مقابلة مع قيثارته، كان يلبي رغبة أنتوني بالعزف عندما يطلب منه ذلك. كان هذا مسليا. ومن المشاهير الذين عرفتهم أيضا كان توني كيريتس. يميل كثير من ممثلي هوليوود حينما يتقاعدون عن التمثيل إلى ممارسة أعمال أخرى، فيستثمرون شهرتهم الكفيلة بإنجاح أي عمل يقومون به، وهكذا يكملون بقية أيامهم. لتحقيق العالمية واستمرار النجاح يحتاج الفنان للفرادة والتميز دوما. أوكرانيا بالنسبة لي كما الماء، أحتاجها كحاجته. أمضيت 5 سنين في هذه القرية وأنجزت عمل تمثال لإليسيا بليتينسكي، وهو الراهب الجالس بقارب على سطح الماء، وبقيت هنا. القرية تبعد عن كييف 100 كيلومتر، وفيها كثير من صخور الجرانيت، وهي برأيي تمثل العمود الفقري لأوروبا لوفرة الجرانيت فيها. ومقر عملي هنا. افتتحنا في القرية مركزا فنيا يمثل معرضا دائما يزوره الناس، ويعرض الفنانون الشباب أعمالهم. أعتقد أن على الفنان أن يعتزل الناس لفترة من الوقت، فذهن الفنان يكون ممتلئا بمشاهدات ومرئيات كثيرة، فهو يمتص كل الصور التي يشاهدها. ففي المدينة تتداخل العصور والحضارات، شئت أم أبيت كل هذه الأمور تعلق في ذهنك وعليك أن تتخلص منها. في أحضان الطبيعة الأوكرانية تشعر بالإطمئنان وبجمال الخطوط وبانحناءات الأنهر، وهذا من أساسات الحس الفني، فالطبيعة تدفعك لأن تحقق ذاتك. مواد النحت، الحجر، الخشب والبرونز، أنا أفضل الخشب. حتى بعد 5 سنين متواصلة من العمل مع الحجر فأنا أعشق الخشب. أعرض أعمالي في كييف في أندريفسكي سبوسك. أحب الغابات كثيرا، والداي من باليسيا حيث الغابات الكثيفة الممتلئة بالأخشاب والأحجار، ومع أني نشأت في كييف فأنا مغرم بالغابات. أريد أن أنحت نصبا تذكاريا للأشخاص الذين ماتوا بسبب الإدمان على الكحول، وأعتقد أننا في أوكرانيا كما في العالم السلوفاني نعاني من هذه الآفة. يموت بسبب الإدمان أعداد من الناس تفوق من مات بأي حرب، ففي كل عائلة تقريبا هناك شخص مدمن. نحن نفقد أشخاصا موهوبين بسبب الإدمان، علينا أن ندق ناقوس الخطر، وأريد أن أشيد بمساعدة أصدقائي لي. أحب القراءة كثيرا، أقرأ لهيمينغواي، بولكيز، فيتزجيرالد، سيلينجر، فأنا متشوق دائما للحرية. على الفنان أن يكون مثقفا، وعليه بقراءة المزيد، وعليه أن يتحلى بأخلاق ومبادئ سامية، فالإنسان لن يخلده بعد موته إلا عمله، سواء بالموسيقى أو الأدب، الرسم أو غيره، وهذا ما حكمنا به نحن على الأجيال السابقة.